نسألك أسئلة. لا الإرهابي أبو عبيدة. الإرهابي محمد العزيزي. الإرهابي أبو عبيدة ركز بس. أنا مش أنت اللي بيحصل فيك كده في الشارع، أنا اللي بيحصل. إيه اللي بيحصل فيك في الشارع؟ أنا أسئلتنا تبقى سريعة دلوقتي. طيب ماشي. إيه اللي بيحصل فيك في الشارع؟ إيه اللي بيحصل فيك في الشارع؟ مبدئيا الناس الموضوع لمسها قوي قوي قوي. وده انا يعني علشان الناس يمكن فيه صدق شويه في الموضوع، والموضوع فيه شبه ديكومنتري، فالناس ساعات بتتلخبط تقول اه لا ده انتوا اللي عاملين الشغل ده، يبقى انتوا جايبينكم فعلا خلفياتكم كده وحاجات كده. فمره اطرد من على قهوه، مره ظابط يتصور معايا يقول لي انا هنزلها في جروب الشغل، مره واحد يجري قبض عليك اه ان هو قبض عليا يعني، مره حد مثلا يعني في واحد طلع ورايا يا خسيس يا خسيس وبيجري يعني جاي ورايا اه وانت بتموت لنا محمد مبروك يا عم، والله ما انا محمد العزيزي انا راجل ماليش علاقه يعني انا اهو ده انا حتى مش موجود او بتاع وحاجات كده. هي طبعا حاجات كلها يعني ممكن تبقى قاسي، في حاجات قاسيه منها، بس انا بقى حابب طبعا جدا الحاجات دي لان انا واعي جدا لان ده وصل للناس، فده يعني اتمنى ضرب بجد في مره او انفعل بزياده. لا لا مش يعني مش للدرجه دي يعني، بس هو في حد موقف كده كان حد صورني وانا على القهوه لوحدي، فبص له كده فلقيته بيتوه يعني كده مش عايز يصور يعني، فقلت له طب تعالى انا قاعد معاك على نفس القهوه يعني لو عايز تتصور معايا ولا حاجه، قال لي اه ماشي. وبعدين جه خد صوره، ما حسيتش ان هو عايز يصور معايا، ده هو عايز يعمل حاجه تانية. فلفيت وراه كده بشوف بيعمل ايه، لقيته جايب صورتي اللي هو مصورها لي لوحدي، وكاتب بقى ان هو احنا بنرشد عن الارهابي ابو عبيده، هو قاعد دلوقتي على قهوه ففي حاجات تسليم اهالي يعني.